ما هو المعيار العالمي لتصنيف القطاعات جيكس؟ تم تطوير معيار جيكس من قبل S&P و MSCI العالميتين والمختصتين في مجال المعلومات المالية في عام 1999، وهو نظام متعارف عليه عالمياً، إذ يعد نموذجاً يضع الأطر العامة لتحليل القطاعات، حيث يستخدم في الأبحاث الاستثمارية وإدارة المحافظ وتوزيع الاستثمارات، كما أنه مبني على توجه عالمي في تصنيف القطاعات، مما يساهم في رفع مستوى شفافية وكفاءة العمليات الاستثمارية. ما هي المستويات الرئيسية المكونة لتصنيف جيكس؟ يتكون الهيكل الخاص بتصنيف جيكس من 4 مستويات تتضمن 11 قطاعاً رئيسياً و24 قطاعاً وأكثر من 60 قطاعاً فرعياً وأكثر من 150 قطاعاً تفصيلياً. وبما أن التصنيف مقسم بشكل هرمي، فيسمح للشركات بالانتماء إلى مجموعة واحدة فقط في كل المستويات الأربعة. كيف يتم تصنيف الشركات وفقاً لمعيار جيكس؟ تقوم S&P و MSCI العالميتين بتصنيف الشركات حسب نوع نشاطها التجاري الرئيسي. في سوق أسهم جيكس، هل سيتم تطبيق كافة المستويات الأربعة لتصنيف بورصة البحرين؟ سابقاً كانت الشركات المدرجة في بورصة البحرين تصنف وفق 6 قطاعات. سيتم إنشاء قطاعات بورصة البحرين الجديدة بناء على المستوى الأول من معيار جيكس لتشمل 11 قطاعاً، 7 منها ستكون قطاعات مفعلة لحين إدراج شركات تندرج تحت القطاعات الأربعة المتبقية ابتداء من 11 من يوليو 2021، حيث سيتم فقط تطبيق القطاع الرئيسي المستوى الأول والقطاعات المستوى الثاني في سوق أسهم بورصة البحرين. كيف سيتم تصنيف الشركات المقفلة والشركات غير البحرينية؟ لن تتأثر الشركات المقفلة والشركات غير البحرينية بالتصنيف الجديد، حيث لا يتم احتسابها ضمن المؤشر أو ضمن القيمة السوقية، وسيبقى تصنيفها كما هو في السوق. ماذا سيحدث للتصنيف السابق ولمؤشرات قطاعات بورصة البحرين السابقة؟ سيتم إلغاء التصنيف السابق والتوقف عن احتساب مؤشرات القطاعات السابقة، لكن قيمها التاريخية ستبقى متاحة لأي أغراض تحليلية عبر نشرات التداول التاريخية.